شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، سنقوم اليوم بالإجابة عن تدريبات الكتاب الواردة صفحة 32 و33. النشاط الثالث يقول: ميز التوكيد اللفظي من التوكيد المعنوي. وكما تعلمنا أبنائي أن التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ مرتين، أما التوكيد المعنوي يكون بكلمات محددة وهي عين، جميع، نفس، كلا، كلتا، وكل، وذات، وعامة. ويجب أن تكون متصلة بضمير عائد على المؤكد، ويجب أن يأتي المؤكد معرفة. هيا أبنائي الأعزاء لنجيب على الجمل الآتية. الجملة الأولى، قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. كلمة سلاما هنا مكررة مرتين، فسلاما الثانية توكيد لفظي ونوع المؤكد اسم. الجملة الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله. كلمة هنا كلهم هنا توكيد معنوي، والدليل أنها اتصلت بضمير عائد على المؤكد الخلق. أما الجملة الثالثة، لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا، لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا. هنا جاء التوكيد لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا، هنا توكيد، فلن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا توكيد لفظي، والنوع المؤكد جملة فعلية. لتكن حياتك كلها أملا جميلا طيبا، هنا كلها توكيد معنوي، والدليل إنها اتصلت بضمير الهاء عائدة على حياتك. الجملة الخامسة، يا باغي الخير أقبل أقبل، هنا توكيد لفظي بأقبل، لكن نوع المؤكد هنا جملة فعلية. ستقول كيف وهي كلمة واحدة أقبل تقول إنها فعل؟ لا، فأقبل هنا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره وأنت، إذن المؤكد هنا جملة فعلية. الجملة السادسة، أمنا مديرة للمصنع وأبونا مساعد لها. انتبه، كلمة مديرة تكررت مرتين، فكلمة مديرة الثانية هنا جاء التوكيد لفظي ونوع المؤكد اسم. الجملة السابعة، الفرج قريب الفرج قريب، هنا الفرج قريب توكيد لفظي ونوع المؤكد جملة اسمية. أما الجملة الثامنة، إن الوالدين كليهما مسؤولان عن تربية الأولاد تربية سليمة. كليهما هنا توكيد معنوي، واتصلت بضمير الهما عائدة على المؤكد الوالدين. الجملة التاسعة، رجع الطلاب إلى المكتبة العامة لحل المسألة نفسها. نفسها هنا توكيد معنوي، اتصلت بضمير الهاء عائدة على المؤكد المسألة. الجملة العاشرة، أنت الذي أحرز هدف الفوز. فأنت الثانية هي توكيد لفظي ونوع المؤكد ضمير منفصل. الجملة الحادية عشر، بر الوالدين خلق نبيل. بر الوالدين الثانية توكيد لفظي ونوع المؤكد هنا اسم.